قام باحثون إيطاليون بفتح قبر عائلة زوج ليزا جيرارديني، المرأة التي يعتقد أن الرسام ليوناردو دافنشي رسمها في لوحته الشهيرة الجيوكوندا. القبر يحتوي بقايا لزوج ليزا الذي يدعى فرانشيسكو جيوكوندو واثنين من أبنائهما. الهدف من عملية التنقيب هو فحص الحمض النووي لابني ليزا للتأكد من أن البقايا التي عثر عليها العام الماضي تنتمي فعلا للسيدة ليزا جيرارديني. باحث من الذين أشرفوا على فتح القبر يقول: كنا محظوظين ليس فقط لأن كمية جيدة من العظام لا زالت موجودة، بل لأن العظام متوضعة بشكلها الأصلي في القبو مع حجر منقوش يؤكد أنها لعائلة جيوكوندو. في العام الماضي عثر الباحثون على عدة هياكل عظمية في دير في مدينة فلورنسا، حيث يعتقد أن ليزا قد دفنت. ومقارنة الحمض النووي لأحد أبنائها مع الحمض النووي للهياكل التي عثر عليها في الدير سيمكن الباحثين من معرفة أي هيكل هو لليزا جيرارديني، ما سيسمح من تقديم رسم دقيق عن شكل المرأة وبالتالي التأكد إذا ما كانت فعلا من رسمها ليوناردو دافنشي.